Livre du jour. Livre du jour. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من روبريك لو ليفر دو جور. كيف ما عاونيكم الجمعه هذه الكل انا ايسي دو روندر اوماج للكتاب التوينسا. اليوم اخترت لكم كاتبه تعرفوها سيغتينمون مي بوتيتر تعرفوها في دومين اخر غير الكتابه والروايه اللي هي مايا القصوري. وباش نحكيو على كتابتها الاولى وروايتها الاولى نهج انجلترا. اللي يعرفوها اللي ما يعرفوهاش, مايا من مواليد 28 جوان 1972, خدمة كإعلامية في برنامج كلام الناس وتونس اليوم, وخدمة زادة في العديد من الإذاعات, ولكن هي بالأساس كانت محامية وخيرت الإعلام عن المحاماة. ودغنيغمون تواجهت للكتابة وأصدرت أول رواية لها نهج أنجلترا. مايا معروفة بقوة شخصيتها وجرأتها, واللي هي من أشهر زادة لفيمينيست في البلاد, ومعروفة بنقدها للحركة الإسلامية في تونس اللي حكيت عليها في كتابها نهج أنجلترا. قلنا هي أول رواية المايا بدأت تكتب فيها عام 2012 وخرجتها عام 2019 بالعربية الفصحى. وهوني برشا إساسان بوزي لا كيستيون كيفاش مايا القصوري تكتب بالعربي مش أن فرنسي, على خاطر مايا إلي كونو كومي تون فرانكوفون ماهيش أغربوفون. لكن هنا فاجأتنا مايا في كتابها هذايا لإتقانها العربية الفصحى. أما نحب نأكد لكم مستمعينا راهو مايا اختارت لغة بسيطة جدا مش معقدة بالنسبة للي باش يقراو الكتاب, فسرت من خلالها برشا مصطلحات مش مفهومة مليح عند التونسي كيف ما البراغماتية. مايا إلا أوسي إساي دو ميتخو لاكسون على التناقضات اللي يعيشها التونسي. تنقد مايا كيف ما عودتنا الحركة الإسلامية والخلاف الكبير اللي صار في تونس بغبغ للسلطة والبوفوار. تنبش مايا في تاريخ تونس ترجع بين السبعينات القرن الماضي, تحكينا على الحركة الطلابية فتفضح المسكوت عنه في عديد من القضايا في تونس, تحكينا على الانتماءات وعلى سنتيمون دابارتونونس في تونس, مع وصف دقيق للكوتيديان متاع التونسي اتخافيخ شخصيات نسائية فعالة في المجتمع كيف ما أمل وإميل وهيبة. نجم نقوله دونك اللي ما يختارت في كتابها انها تكتب ان غراند بارتي على الحب والنضال والثورة والإرهاب. وهذا كان كتابنا بالنسبة لليوم, نشكركم على الاستماع ونعطيكم موعد غدوة مع كتاب جديد. Livre du jour. Livre du jour.